أطلقت هيئة الصحة بدبي اليوم نظام اللياقة الطبية والصحة المهنية ذكي سالم، والذي يعد نقلة نوعية على مستوى المنطقة. جاء ذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وعدد من المسؤولين. ويهدف النظام إلى تحسين رحلة المتعامل وتقليل وقت الانتظار وتقديم جميع الخدمات في مكان واحد بأفضل الأساليب والنظم الإلكترونية والتقنيات الذكية. كما افتتحت الهيئة على هامش إطلاق سالم مركز أبراج بحيرات جميرة لخدمات اللياقة الطبية. وأكد معالي القطامي خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة اليوم أن النظام الجديد يتماشى مع خطة إمارة دبي 2021 واستراتيجيتها للتحول الذكي، وأنه يمثل إضافة مهمة لمجمل الخدمات الطبية المتطورة التي تقدمها الهيئة لإسعاد جمهور المتعاملين. كما يمثل في الوقت نفسه خطوة نوعية لمنظومة فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التي تعد ركيزة أساسية من ركائز وقاية المجتمع من الأمراض والأوبئة. ولفت معالي القطامي إلى التزام الهيئة بمواكبة التحولات الاستثنائية التي تشهدها دبي، وخاصة ما يتصل منها بالتقنيات الحديثة والنظم والبرامج والتطبيقات الذكية، وقدرة الهيئة كذلك على استيعاب مقتضيات المستقبل.